تنصيب المندوبية الجهوية أو المندوبة الجهوية. السيد ولي ولاية وردة، وإن شاء الله بحكم أن وردة فيه أيضاً رمزية كبيرة أننا نأتي إلى ورقلة. اعتبرتها البارحة في حضور كل هذه السلطات وفي حضور المجتمع المدني كإعلان أيضاً لجهة ورقلة وما يتبعها من ولايات محددة في القانون، نعلن تنصيب السيدة راضية بخاري مندوباً جهوياً لورقلة ابتداءً طبعاً من 15 سبتمبر، ولكن اليوم التنصيب الرسمي والفعلي هنا بحضور كل السلطات، فهي إذن مكلفة بمهام حقوق الإنسان ممثلة للمجلس على مستوى، وسيكون لها مراسلين سيكون لها مراسلون محليون في مختلف الولايات التي ترتبط بها، هي محددة في القانون.